عبود تعال سولف لنا، عندنا سوالف ثقيله يا عبودي تعال. والله عندنا سوالف ثقيله ما تصلح الا للكبار. عبود عيون عبود صل على محمد عليه الصلاه والسلام. عبود لبيه اجلس. كنت شخص دب صغير ما عندك اي شيء، وش كنت تميز فيه هذيك الايام؟ مشبه شكله. شباب توزيع لوكيشنات. مسعود اللي اتفقنا عليه قبل يصير حق الشيخه. تبيه يصير الحين صار. الحين ريان اخوكم عنده فقره. وش فقرته؟ طقيتي ها؟ وش فقرته؟ ما ادري فقرته اللي تسويها دائما. ها عبود لبيه. بس شلون دخلت السوشيال ميديا؟ شلون عرفت السناب التيك توك؟ والله يا ابو هادي انا رجال كنت جالس في مقلط من سدح. ايه ابوي الله يرحمه كان على يميني، امي على يساري. ابوك توفي؟ ابوي ما له سنه راحت شهر 7. في ذمك؟ اي والله. كان كبير سن؟ كبير سن. وفاه مرض ولا؟ امراض السكر الضغط. الله يغفر. كم كان عمره؟ في السبعين كذا حدود. جعله الله يرحمه يسكنه يسعد جمعه. جبها تكفى. المهم تاك يدعون السلامة هو يجي البرنامج ذا توريني أختي تقول ما حملته. قلت لا والله ما حملته. أي برنامج؟ اللي هو التيك توك. حملته يا أبو هادي. في السناب كيف كان وضعك؟ ما كنت في السناب أحد يعرفني ولا كنت أنزل. كنت تعرف اللي يصور رقبته كذا من تحت مع الثوب شيلة حزينة يمسك خط. الله الله إيه؟ القلم والكبك حركة. بس وصلت. أيوه يزير هذا القطر. يزير شو تسوونه؟ كبير القطر والله. هذا كبير عمر. تعال كبير بس انا كبير مثل ذاك. احس انه انظف من السويدي. يبي له انظف بواجد. شو حماده؟ اخبارك حماده؟ طالع ليش بيطلعوكم الحين؟ انت تعال انت. اخبارك حماده؟ تسولفت من قبل الساعة ما كنت هنا. ايش تبي؟ جاي احس مطشرين. بيطلعوكم الحين. من قلب طلع يطلعون مين هم اصلا؟ ينزلون لوس. انت مو بتطلع ليش تخسر؟ انا ماني مسجون. انت مسجون كيفك؟ انت مرسول؟ انا ماني مسجون. انت خاصين نفسك. قبل شوي هو يصلي. عرفت اللي يصلوا؟ عرفت الصوره ذاك اللي يصلي محاوطينها ناس؟ ايه عبد الله كنت بصلي قبل شوي التراويح. ماني مسجون انا يا ابوي. انت وش كالك يا ولد؟ صمله غبيه تقهر ما يعرف يصمل. ليه؟ الصمله في اشياء اهم. خلاص حكم عليك ويد قشران. اقعد انت يعني انت الحين انت كانك تقول يا ويد قشران ما ضقت فيك ولا حسبت لك حساب. يا ابوي ثلاث ساعات بدون مويه مجنون انت. اي باقي 10 دقائق. 10 دقائق ماني جالس عشان هالمرة بيخليني ثلاث ساعات بدون مويه. سلامات. ما حد جاب لك مويه؟ ثلاث ساعات يا ولد ما حد دخل علينا مويه. سلامات كذا ما له. لو اني بافريقيا كان جاتنا مويه كان لقينا بيت. وكنت ابغى دوره المياه وقتها ما كنت ابي دوره المياه كسرت القزاز يلا حد الفتح. حتى بعضهم حط الكاميرا علينا. المرون العيال اشر لهم يا ولد. سلامات. المعامله بالمثل يا ابو صالح. ما عاد في موضوع اني اراك وش اذا ما اطلع مع الباب قدر الله ما شاء. تعال جيت من اهلي وارجع لاهلي. اني اراك كنت اطمح للمراكز لكن عساها فلتت. بس ما فلتت من ذراعي ولا من عقب 45. ها ها من عقب 45. طاعون في سحله 45 لك ترى. طاعون صغير خذه في سحله. احد من الاداره فنوني من قال يا رجال فوكس قالوا فوكس هم الدرجات عندهم. عاد طلعت في السوشيال ميديا انا ثلاث ايام فوكس. كان معلن عليها بشكل رسمي في السوشيال ميديا انه يخصم على بسام 45000. اذا برضو فوكس والسوشيال ميديا نفس بعض كلهم يقدون. عاد هذا لا حياه لي من فريق السوشيال ميديا حق فريق السوشيال ميديا حب خاص. انا احب الفريق. ليه؟ لان انسان يعرف ايش يكتب. في بعض الاحيان في مواضيع لا في بعض الاحيان يجحدون مواضيع. في بعض الاحيان ناس ثانيين يجحدون مواضيع. يعني انت مسوي فقره يروحون ينسبونها لغيرك. الا فريق شو اسمه فريق السوشيال ميديا. فريق السوشيال ميديا مستحيل يغلط. ما شاء الله تبارك الله. اللي هو اللي في تويتر اللي هو ماسك حسابات اليوتيوب تويتر ينزلون مقاطع ينزلون تغريدات ينزلون كويسين مره. ايوه عبود عيون عبود توفى الشايب الله يغفر له. الله يرحمه ويسكن نفسه جناته. توفى ابوي يطول عمره سلامه بعد ما سويت عمليه التكميم بثلاث اسابيع عشان يا طويل العمر السلامه. الله كرامه لي يوم مات نشيط هو
ولا ايش كبير في العمر؟ حقيقة لا، على العربية يجلس. ما يقوم ولا يجلس. انشاديه حركته الوحيدة انه يوقف عربية، والثانية يوقف يجلس على السرير ينام. جنته وجناته الله يرحمه ويسكن في جناته. توفي طال عمره سلامة في شهر سبعة عربي، في ايه في شهر سبعة هجري. السنة راحت، السنة راحت. طيب وجاء قال التكتك، جاتك اختك قالت شفت تيك توك؟ شفت والله. قبلها ما كنت شيء، ما اعرف شيء اسمه تيك توك. لا في السوشيال ميديا ما تعرف ولا زنه ولا لقاءات ولا شيء. ولا شيء. ولا شيء. بدلة انتر ميلان ها؟ بدلة انتر ميلان يا طويل السلامة. هي اسمع اوه لبن اوه ايه كذا. هذه امي عرت مره، شفت؟ عرت امي يا يا لبن كله خسارات. ايش قلت يا عبد الله؟ اول فيديو لك هذا؟ يا اخي هذا فيديو انتشر. نزلت فيديوهات اكيد ما جاها قبول، ما جاها اقبال. نزل فيديوهات ما كان في احد يشوفها. اعلى مقطع انشاف لي بعد شهر كانت مشاهداته 25,000 مشاهدات، لايكات 600. كنت يا ولد ما طلعت الشارع، خاف احد يعرفني يعني، خلاص عشت دور الشهر. إلين ساقتنا الأيام يا طويل عمر السلامة، ساقتنا الأيام ويضرب مقطع عندي يجيب بملايين مشاهدات. شو مقطع؟ مقاطع كثيرة ضربت. كنت ناقد. كنت أنتقد ترى. ناقد إيش؟ ناقد أنتقد، يعني في حاجات ما تعجبني أنا كشخصياً راح أنتقدها. حقك. تصرفات تصير في المجتمع ما تعجبني أنتقدها. يعني. إيه. طيب ناقد اجتماعي. إيه ناقد بحدود بعد، يعني ما أطمر على حدود. يا سلام. ما اروح بحدود، ما اطمر على شبك حد. بس والله يا ابو هادي، انت لك شيء برامج، لك حسابات، شيء مقاطع منتشره، شيء قبل كذا؟ لا انا كنت معروف على مستوى الهجره الجماعه. يا سلام. بس ما كان عندي في عندي. طيب سؤال حماده من بعيد، بس ماني باللي يعني مشهور. طيب سؤال تابعي. يا اخي انا هذولك اللي نزلت عليهم بالسياره وعيالك معك، كنت متفق معهم؟ لا والله لو اتفق ما لو اتفق ما راح يضبط، ما راح يضبط. الضرب ذاك وصل 1.5 مليون، الحين وصل 2 مليون. تيك توك. انا بالارقام اللي وصلت ما احب اطريها واجد. مشاهدات ما احب اطري. انت يعني ما وثقك الا ارقام قويه. انا ما اطريها، حتى انه كثير ناس يعني قالوا ليش انك ما تقول انك انت يعني قبل أعلى لك انت قبل كان عندك وقبل كان عندك وقبل كان عندك. ما احب اطريها لان في ناس يشوفونها إن كاني اشخص، انا ما داني النظره هذه. انت متواضع عارفينك. فانا جانب مبتعد. على مقطع جاب عندي مشاهدات 15 مليون. ايش كان قصته؟ كانت قصته 15 مليون. ايش وش المقطع؟ كان المقطع تامر السلامة كنا تاكين في الخرارة. ها؟ كنا تاكين في الخرارة، مقطعنا اللي جاب 15 مليون مشاهدة. كم لايك؟ حدود 300 او 200. لا تعديت كان اعلى لايكات وصلت تقني يعني في السعوديه في الفيديو ذاك. انا على مقطع بس علم. لا مو لايكات، علم كم اللايكات حق. انا شو اسمه كان مقطع في الخراره، تعرف تحضير صحن اللي يجيك واحد يضرب بالصحن، كان حلبه مصارعه يضرب. أيوه. بالصحن ويجيب الثاني قدر. أيه. كبر الزجاج. أيه. يجيب الثاني الزلطه والشطه. الله فاضلها. كان هذا المقطع ضبطت والبقيه كلها ما بين ضبطت. ضابطة ضبط المقطع. يعني يقولك أكثر صاحب رز على الصحن. إيه كان المقطع يعني عادي، بس أشتهر من الأشياء. توفيق من الله. أيوة أنا من الأشياء حقي يا عيال، صدق والله ما توقعت. رحت في مين يضرب؟ رحت قعدت الصباح، وديت أهلي الجامعة، رجعت دوام بدري، ما في أحد الساعة 7. قصمت قلت يا خليني أصور فيديو تيك توك حمادة، ما في ولا 1% إنه يضرب ذا الفيديو. صورت اللي فيه تطبيق تو نازل. كيف تعرف يا حمادة أرقام الشبكات اللي موجودة عندك؟ اي شبكه موجوده حولك تعرف رمز سري حقها. فعلا كان صحيح التطبيق وانزله. يا ولد اول يوم 1 مليون ويدعس هنا سرين 13 مليون، هذا اخر علمي فيه 13 مليون مشاهده و800 الف لايك. ما شاء الله اول 800 الف لايك و100 الف مشاركه. انا ما وصلت المليون لايك. ما وصلت مليون لايك مع ان عندي مقاطع كثيره. انا مقاطع اكثرها كلها ما بين. وصلت مليون لايك انت؟ لا مقاطعي اكثرها ما بين ال 400 الى ما بين ال 4 مليون الى 5 مليون. 4 مليون 5 مليون هذا اكثر.
والمليون عندي واجد مشاهدات يعني مشاهدات فيديوهات اي لا عندي ارقام ضاربه واجد في التيك توك ضحكه ومزح سمرت سوالف لنا ماركه ونسمح انت يا خالد انا اكثر مقطع وصل لي طال عمرك ولا مقطع ولا حتى صورت التيك توك رجال ما عرفته الا الايام ذي يعني اكون صريح معك التيك توك يا ولد استخبروا عليه حتى الشيبان منهم مضيوف ريان مضيوف ريان من مسعود وسعد لا 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 لا